اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة، والدرجات العلى من الجنة، يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على آلائك الجسيمة ومننك العظيمة، نشكرك أن بلغتنا العشر الأواخر من رمضان. اللهم بارك لنا في عشرنا، اللهم بارك لنا في عشرنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم اجعلنا فيها ممن يوفق لقيام ليلة القدر، فيكتب له كل خير وأجر، ويمحى عنه كل ذنب ووزر. يا دائم الستر، يا حسن التجاوز، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة،
يا من سترت القبيح وأظهرت. What's up, JomArmy? My name's JomGaming MS, and by the way, happy Ramadan to all of you guys. And this is a very, very, very special video because this is my 100th video. And I said a very, very special video, but this is a very, very, very weird video because there's nothing else to upload for my 100th video except for this one. Like, I have other selection, but it is a gameplay video, so I have no other stuff except for that. But it's also awesome, don't worry, it's also awesome, who knows, it's so cool. But anyways, thank you guys for the awesome support. I really, really appreciate all the stuff and all the support that you gave me, guys. If you are still watching, you are a living legend. Keep up the support, guys, and I will keep up the videos and awesome content. Sorry guys, I have a little bit cough, but anyways guys, that was so weird, I know, but anyways, hope you guys enjoy and continue watching the video. Peace. نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم سلمنا لعشرنا وسلمها لنا وتسلمها منا متقبلة يا رب العالمين. اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار. ووالدينا وولاة أمرنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وإخواننا المسلمين ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين. اللهم ما قسمت في هذه العشر المباركة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين، فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجمع في هذه العشر المباركة كلمة المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح أحوالهم، واحقن دماءهم، واحقن دماءهم، واحقن دماءهم، وأبعد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلها عشرا للنصر والعز والتمكين يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في ديارنا، ووفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أدم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها ورخاءها وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم احفظ رجال أمننا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم كل جنودنا المرابطين على ثغور حدودنا، على ثغورنا وحدود بلادنا،
اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم اقبل شهداءهم، اللهم سدد رأيهم ورميهم، اللهم اشف مرضاهم وعاف جرحاهم وتقبل شهداءهم، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين ممكنين مظفرين منصورين يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، والمستضعفين في دينهم، اللهم أنجي المستضعفين في دينهم من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم في فلسطين وفي بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ظهير المؤمنين ويا رجاءنا ويا مولانا ويا خالقنا ورازقنا وإلهنا. نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا في هذا اليوم المبارك وهذه الليلة المباركة وهذه العشر المباركة وهذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار، وسلم تسليما مزيدا. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.